المشهد اللي جاي بقى اللي معانا من وقت صفاره الحكم، لكن المره دي مع المصور عادل عيسى اللي شغله وحبه للزمالك خلاه يحتفل وينسى اي حاجه تانية في لحظه. لا تقول لي بقى شغل ولا تصوير ولا اي حاجه، شغف الزمالك وعشق الزمالك وحب الزمالك دايما غير. مش عارف اقول ايه بصراحه على عادل. والله يعني لا، بقول لك حب الزمالك غير، كل واحد بينسى شغله. بجد انا قلت لك امبارح ايه؟ قلت لك كله في خدمه نادي الزمالك في اي موقع في اي مكان. امبارح برضه يعني عمل شغل هايل، كله بينسى اي حاجه عشان خاطر الزمالك.